الزرع اللي عندك في البيت بيتجسس عليك، بينقل كل اخبارك. فعلا لو انت عندك زرع في البيت فالزرع بيتكلم مع بعض، كل الزرع بيتكلم، من اول الطحالب الرغايه جدا لحد الشجر الضخم الكبير اللي موجود في الغابه. سامع الصوت ده؟ ده صوت الطماطم. اثبتت الدراسات العلميه ان النباتات بتقدر انها تتواصل مع بعض، وكمان تتواصل مع جميع الكائنات الحيه. الله، هو انا مش بني ادم؟ بني ادم ده كائن حي، هو ليه النبات ما بيتكلمش معايا؟ للاسف الزرع بيتكلم بتردد عالي احنا ودانا ما تقدرش انها تسمعه، بس بنقدر دلوقتي. اتقل اخر الفيديو. خليني اقولك ان النباتات ما عندهاش جهاز عصبي زينا عشان تقدر انها تتواصل، بس بتقدر انها تتواصل مع بعض عن طريق شبكه معقده من الانابيب. الانابيب دي بيكون فيها مواد كيميائيه بتنقل عن طريقها المعلومات. تفتكر ايه المعلومات اللي ممكن تكون النباتات بتنقلها؟ معلومات مثلا زي حصل تغيير في كميه الضوء اللي وصل للنبات، فتبعت اشارات لباقي اجزاء النبته تقول لها خلي بالك النهارده الضوء قليل. او مثلا الجذور لما بيحصل جفاف بتبعت الجذور اشارات للاوراق تقول لها خلي بالك في جفاف، احتفظي بالميه اللي فيكي على قد ما تقدري. العلماء بقى دلوقتي بقوا يقدروا ان هم يتابعوا الاشارات اللي بتتبعت دي عن طريق ان هم بيحطوا اقطاب كهربائيه على اجزاء مختلفه من النبات، والاقطاب دي بتترجم الاشارات دي لصوت. طب حلو جدا، بتتجسس علينا بقى احنا ازاي؟ بص يا سيدي، لو انت عندك في البيت زرعه وجبت لها زرعه جديده، لو انت حطيت الزرعتين دول جنب بعض ولمسوا بعض بتتنقل كل الاشارات من النبات القديم للنبات الجديد، وفي النقله دي بتحكي له كل اسرار البيت. ده غير كمان ان النباتات بتقدر انها تبعت اشارات استغاثه. النبات لما بيحس بخطر بيبتدي ان هو يفرز حمض الجاسمونيك. الحمض ده بقى بيساعد في افراز السموم، لما الحشره ولا الحيوان ياكل الورقه بيتسم ويموت، هي يعني نوع من انواع الحمايه. طب اقول لك على حاجه، عارف الفلفل الاحمر الحراق؟ الفلفل ده اصلا ما كانش حراق، ان هو يبقى حراق دي وسيلة دفاع من الشجرة عشان مش عايزة حد ياكل الثمار بتاعتها، وبالتالي الفلفل بقى حراق عشان يبعد الحيوانات والحشرات. بس انت بسم الله ما شاء الله عليك ربنا يحفظك كلته عادي. طب انت عمرك سألت نفسك كده ازاي خناق الذباب او فينوس فلاي تراب بتصطاد الحشرات من غير ما يبقى عندها عينين؟ بص يا سيدي، لما الحشرات بتقف على النبات بيتم ارسال اشارات عصبية بتقفل عليها وبتاكلها، زي برضو كده شجرة المستحية، مجرد ما بتلمسها بتبتدي انها تقفل على نفسها. بقولك ايه، انا ضحكت عليك لما قلتلك ان احنا ما بنسمعش النباتات وهي بتتكلم. احنا بنسمعها بس مش بنسمعها بودنا، احنا بنسمعها بمناخيرنا. عارف ريحة قص النجيلة؟ او لما تنزل كده في مساحة خضراء واسعة وتقف تقول الله ايه ريحة الطبيعة الحلوة دي. هي للأسف مش جميلة ولا حاجة، لان انت اللي شامه ده حاجة اسمها فولاتايلز، ودي مواد كيميائية ليها ريحة قوية جدا بتطلع من النبات كإشارة استغاثة. الزرع بيفرز الريحة دي لما بيتقص أو لما يبقى فيه دودة أو حشرة بتاكل في الزرعة، وهي بتبقى زي إشارة استغاثة، يا جماعة الحقوني. فبتيجي الحشرات اللي بتاكل الدود مثلا اللي بياكل في الزرع تاكلها، يعني الريحة الحلوة بتاعت النجيلة دي ده النبات بيصرخ. والنباتات بتزود تركيز الفولاتايلز دي او بتخلي ريحه يعني قويه جدا كتحذير للنباتات اللي حواليها لما يكون في كائن مفترس موجود في المنطقه، اللي هو خلي بالكم يا جماعه احنا هنتاكل، دافعوا عن نفسكم. ولكل نبات ريحته اللي بتميزه. طب وهو النبات بيستفاد ايه من الموضوع ده؟ النباتات لما تفرز الروائح دي وتوصل لبعض بتقدر تعرف مين قرايبها واخواتها اللي حواليها في نفس المكان. طب هو ايه فايدة معلش ان النبات يعرف ان هو ليه اخ تاني قدام مثلا، او في نفس النوع بتاعه منتشر في المنطقة اللي هو فيها؟ لما النباتات بتعرف ان اخواتها حواليها بيبتدوا ان هم يقسموا مع بعض العناصر الموجودة في التربة، ويبتدوا ان هم يساعدوا بعض عشان يكبروا ويتغذوا. طب تعرف ان الشجر بيبعت لبعض ديليفري؟ وسعت مني شوية؟ ما وسعتش. جذور الاشجار بينمو جنبها الفطر او المشروم، الفطر ده بيتغذى على السكريات الزيادة اللي موجودة في الشجرة، وفي المقابل بيدي للشجرة العناصر اللي هي محتاجاها من التربة. يعني الموضوع تبادل مصالح، أنا باخد حاجة وبديك حاجة. المشروم ده بقى بيعمل شبكة تحت الأرض كبيرة جدا بتعدي تقريبا على كل الشجر اللي موجود في الغابة، وهو ده الدليفري اللي أنا بكلمك عنه. بياخد العناصر من الشجرة دي يروح يوديها للشجرة التانية،
بس الشجرة اللي خد منها العناصر دي مش أي شجرة، دي كبيرة الغابة، النيرس تري أو الشجرة الممرضة، الشجرة الأصيلة الجدعة اللي بتدعم وبتساعد الشجر الصغنن الضعيف التعبان وتديله كل العناصر اللي محتاجها عشان خاطر إنه يتغذى ويكبر، وبتهتم بيه جدا. خلي بالك الشجرة دي كده بتبقى عاملة زي تيتا بالظبط. طب أنا عندي سؤال بقى كده، إيه بيدور في دماغي؟ لو إحنا ما بنسمعش النباتات، طب هل النباتات بتسمعنا؟ بيسمعنا، ده بيسمعنا وبيتفاعل معانا كمان. يعني انت ممكن تكلم الزرعه وتمشي، الزرعه تبقى لسه بتكلمك على فكره، انت مش سبتها ومشيت في نص الكونفرسيشن اصلا. النباتات بتتفاعل معانا وبترد علينا، واثبتت الدراسات العلميه ان صاحب النبات لما بيقعد كده يسمعه مزيكا او انه بيقعد يتكلم معاه، ده بيكبر النبات اسرع وبيخلي صحته كمان احسن. لا بس انت كف مصر يعني ما تقعدش تتكلم مع الزرع، سيبه في حاله. يعني كده الزرع بيتواصل مع بعض عن طريق الجذور، بيتواصل عن طريق الريحه، بس كده ما فيش طريقه تانية ان هم يتواصلوا بيها مع بعض. العلماء اكتشفوا ان النباتات بتقدر ان هي تتواصل مع بعض بالالتراسونيك ساوندز، وعرفوا ان هم يسجلوا الاصوات دي عن طريق الميكروفونات الحساسه اللي بيستخدموها عشان يسمعوا الخفافيش. حلو قوي الكلام ده كله، انا هشغل نفسي ليه؟ يعني انا مال انا الزرع بيتكلم ولا ما بيتكلمش، وايه اللي يخليني اصلا ابقى مهتمه ان انا اسمع الزرع بيقول ايه؟ يعني احنا كفايه البشر اللي احنا بنقعد نسمعهم وهما بيتكلموا، كمان هنقعد نسمع الزرع بيقول ايه؟ لو احنا قدرنا نتكلم مع الزرع هنحل مشاكل كتير جدا. يعني ممكن الزرع يقول لنا ان هو عنده جفاف، او الثمره اللي موجوده في الشجره دي فيها دوده، او ممكن يقول للمزارع يا باشا السماد اللي انت بتحطه ده بيتعبني، وبكده احنا ممكن نعرف المشاكل اللي عندها بسهوله ونحلها وتساعدها انها تنمو اسرع واكبر ونزود الانتاجيه، ونقدر ان احنا كمان نحسن من التربة لان احنا هنعرف ايه المشاكل بتاعت التربة، ونزرع مساحات اكبر، ودي هتبقى حاجة كويسة جدا عشان نقدر نكافح التغيرات المناخية. وكل ما نزرع اكتر كل ما نسبة ثاني اكسيد الكربون اللي في الجو هتقل، وبالتالي هنقلل شوية من سرعة وتيرة التغيرات المناخية. ولو الدنيا اتطورت اكتر واكتر وبقينا بنقعد نلوك مع النباتات الموجودة عندنا في البيت، احنا ممكن نعمل حاجة حلوة قوي. الامهات اللي رافضة ان يبقى في قطة او كلب او اي حيوان في البيت عشان بيعمل بيه في كل حتة وريحته وحشة قوي الكلام ده كله، احنا ممكن نبدل الحيوان الاليف بزرعه شكلها حلو بتنقي الجو، ممكن تكون بتطلع مثلا ثمار فانت يا طنط ممكن تستخدميها، ومش هتوسخ الارض، ده غير كل ده هتاخد وتدي معاكي في الكلام. ولو انت قلت لها سر مش عايزه حد يعرفه تقدري تاكلي الزرعه دي بعديها.